وربنا وفقه، لسه مستنيه مشوار طويل، لكن انا واثق في نجاحه. شايف حسام غالي مستقبليا انت شايفه فين؟ شايفه يعني بص انا مش هقول لك زي ما في ناس كتير بتقول، وهم برضو وجهه نظرهم تحترم. انا مش هقول لك انا شايفه في على كرسي رئاسه او بطمح كرسي رئاسه، انا شايفه دلوقتي طموح، حد هيكون طموح لسه بيبدا، خلينا نقول من الصفر. حسام غالي لعيب كبير قائد في الملعب، لكن عشان تكون قائد لمنظومه عنده تحدي، عنده تحدي كبير. هكمل معاك بس لازم اروح اوغندا واستقبل تليفون مهم جدا من اوغندا، وسافرنا الاستاذ طارق سلام. تحياتي لحضرتك وتحياتي للاستاذ خالد ريبي وكل جماهير الاهلي، وشكرا على كل ما تقوم به من اجل بعثه النادي الاهلي. اهلا بحضرتك، اهلا بحضرتك، تحت امرك. سيادة السفير، مجهود كبير جدا بتقوم به السفارة المصرية، والنادي الأهلي متواجد في أوغندا وفي ظل ظروف مميزة جدا بتوفرها السفارة، وكل الأمور على ما يرام. وجهة نظرك بقى إن شاء الله في المباراة، وحضرتك شايف الأمور إزاي؟ والله إن شاء الله خير. الأهلي فريق كبير وعنده إمكانيات عالية وإمكانياته أعلى من فريق الأوغندي، وطبعا الأهلي معروف في أفريقيا ومعروف في أوغندا، وأعتقد إن مقومات النجاح موجودة. يعني الفرقة عندها الحماس المطلوب بإن هي تفوز بالماتش وترجع من هنا معاها ثلاث نقط، في نفس الوقت المنافس مش على نفس المستوى، والجو كويس، والارض ارضيه ملعب التنس فيها مشكله شويه، ان انا يعني الاهلي متعود على الكلام ده. تمام، ان شاء الله خير، انا متفائل ان شاء الله. ان شاء الله. سياده سفير، يمكن الاهلي متعود انه دايما قبل ما يبقى موجود في اي دوله افريقيه بيكون في طبعا بيسبق جزء من الجهاز الاداري وبيحضر بعض الامور، هل في كانت طلبات معينه للنادي الاهلي؟ هي حصل تواصل مع النادي الاهلي، مع كابتن سمير قبل ما يجي بفتره. تمام. وهو جه بدري قبل الفرقه، واحنا يعني تواصلنا مع مكان الاقامه، احنا اخترنا مكان الاقامه للنادي في فندق شيراتون في كامبالا. تمام. يعني انسب حاجه ومكان المقاهي كويس، والناس بتوع النادي حتى النادي كامبالا في ناس متعاونين، يعني طلبنا حاجه زياده وتدي زياده للاعلاميين فينا مني باص زياده، مفيش مشكله. الروح كويسه، يعني مفيش التعصب او التشدد اللي ممكن تلاقيه مع فرق ثانيه في اماكن ثانيه. حضرتك النهارده كنت موجود في المران، ويمكن قعدت مع الاستاذ خالد مرتجي وكان في حديث مطول، وكانت كل الامور ماشيه بشكل مميز. الحقيقه لان الفرقه لما جت انا ما كنتش موجود، انا كنت في مصر في مهمه، فانا رجعت فجر النهارده، وكان اول تمرين عندهم، فانا كنت احب اشوفهم بقى واطمن عليهم ونرحب بيهم. وطبعا الزملاء نادي السفير موجود معانا معاهم من ساعه ما وصلوا لاعضاء، وكان لازم نشوفهم، يعني نشوف برضه لو ليهم اي احتياجات خاصه عايزين نرحب بيهم. للاسف هم ليهم ظروف، طريقه اكل معينه وطريقه نوم معينه، فمش هنقدر ننام معاهم اي احتفال الا ان شاء الله بعد الماتش. ان شاء الله ان شاء الله يكونوا موفقين بقى، يعني الاهلي يرفع راسنا وهو اداه ان شاء الله يكونوا موفقين، ودايما زي ما الاهلي عود جماهيره. واكيد لازم اكرر الشكر لحضرتك وللسفاره، وشكرا معالي السفير على المجهود الكبير اللي السفاره قايمه بيه. لا لا شكرا يا فندم، شكرا لحضرتك. طبعا مجهود كبير بتقوم بيه السفاره، لكن هنروح للجزء ده.